أما كيفية توزيع الأضحية دكتور؟ الأضحية كما جاء في الآثار أو الأحاديث أنها تجعل أثلاثا، يتصدق بثلثها على الفقراء والمحتاجين، ويهدي ثلثها لجيرانه وأصدقائه، ويأكل ثلثها في بيته، يجعلها أثلاثا، ثلثا يأكله في بيته مع أهله وأولاده، وثلث يهديه لأصدقائه ومعارفه، وثلث يتصدق به على الفقراء والمحتاجين. هذا هو الأفضل.